كابتن احمد، المونديال بقى بكره السعوديه ومصر. لا هو طبعا الماتش السعوديه مصر ماتش تحصيل حاصل مش هيفرق اي حاجه، هي بس بالنسبه لمصر ولا مهم لتاريخ البلدين. هو تاريخ انت عايز تعمل تاريخ شويه للقاء ما بينهم. اكيد بعد الماتشات بتاعت العرب بالذات مع بعضيها بتبقى صعبه جدا. ماتش بص مصر عايزه تبقى مؤثره، مثلا تكسب بكره فوز معنوي عشان يبقى الجماهير اللي هي كسبت ماتش في كاس العالم. فشايف المباراه يعني هتبقى عاديه جدا بالنسبه للفريقين، بس قوه الحماس السعوديه ومصر، اللي الفرقه عايزه تكسب وعايزه تبقى تعمل شكل كويس، وراجل كوبر عايز يختم لو كان هيقدر يختم مع منتخب مصر بشكل كويس. اللعيبه عايزه الفتره اللي فاتت الاعلام اللي كان فتره والبريس اللي كان عليهم الفتره اللي فاتت عايزين يتحرروا شويه ويكسبوا حتى ماتش، يعني يكون فوز معنوي يقدر الجماهير كلها الناس تبقى مبسوطه شويه، مع ان ده نوعا ما الناس لسه طبعا مش مبسوطه زي ما احنا كلنا مش مبسوطين طبعا، بس اكيد الظروف اللي احنا شايفينها والمستوى اللي احنا موجودين فيه ممكن يتاثروا اللاعبين بالظروف دي او يعني اللي حصل بعد المباراه الاخيره. اكيد احنا مصريين، فاللعيبه كلها كل واحد مع وسائل الاعلام كلها عنده، معاه كان التابلت بتاعه والموبايل بتاعه، فبيقرا كل حاجه على اتصال باهله. هو عن نفسه كان ليه طموح وليه هدف اللي هو يقدر يخش كاس العالم، عايز يبقى شكله ومنظره شكله كويس، واللي بيدافع عن بلده يخلي اسمه كويس. وطبعا انت عندك حضرتك في المنتخب عندك لعيبه محترفه في الدوري الانجليزي، فاكيد رمضان ومحمد صلاح كل واحد عايز يعلي يعني الاسهم بتاعته والمبالغ. مثلا النهارده 10 رمضان صبحي عايز يبقى 30 السنه الجايه، فدي كلها دوافع عند اللعيبه استثمر الفرصه. لما تيجي مره واحده تنزلي كده بنفس الفتره دي كده الموضوع بيبقى فيه احباط شويه، فاكيد نتمنى ان شاء الله. بص كان في ضغط نفسي من الاول يا كابتن احمد؟ انا لو انا بتكلم يعني لا طبيعي، اللي هو انت داخل كاس العالم خلاص انت وصلت لاعلى حاجه، فانت لازم تعبر عن نفسك وتعبر عن مستواك في ضمن المحفل الكبير اللي انت موجود فيه، انت موجود في اعلى حاجه في العالم وتنسى اي ظروف حدث بقى. كبير خلاص انت وصلت، يعني انت عديت الصعب كله، انت دلوقتي بتوري الناس كلها مستوى منتخب مصر عامل ازاي، اللعيبه وصلت ازاي، انا احق اللي انا واصل عن جداره. فلازم كنت تلعب ما عندكش ضغوط، بالذات اللي احنا كنا تصفيات افريقيا كنا خلاص كان الموضوع كان صعب شويه، ومحمد صلاح الاحداث اللي فاتت وكان عليك ضغط كبير جدا، انت وصلت اعلى حاجه اللي هي بنتكلم اللي هي التورتايه مثلا، نتكلم في اعلى حاجه، فلازم كنت تأدي بشكل احسن من كده. بس بغض النظر عن الاسباب، بس اكيد الفتره اللي جايه اكيد لازم يتغضوا عن الظروف. هما الحقيقه يا كابتن احمد انا اقصد ايه، هما طبعا لاعبين محترفين واسماء كبير، لكن يعني حتى لو كان في ضغط بتصور انه من المباراه الاولى يكون الضغط ده مش عايز اقول راح خالص، بس يعني قل بنسبه كبيره. يعني هو حضرتك لما اتكلم على كاس العالم اكيد الضغط، انت عارف اللعيبه الموجوده يعني محمد صلاح اتحط في يعني في الحاجات دي اكبر من كده بكتير، في لعيبه كتير احمد فتحي الناس دي كلها عندها تجربات كبيره جدا، بالذات الماتش الاولاني خلاص انت يعني عديت زي ما انت حضرتك قلت كده خلاص، يعني انت بتلعب بتعبر عن نفسك عن ذاتك اللي انا مستواي عامل ازاي في وسط النجوم دي كلها الموجوده في العالم. فلازم انت كنت لازم تبقى مستواك اعلى من كده، بس دي اسباب كتير جدا، في اسباب فنيه كمدير فني لازم يكون بشكل احسن من كده، تحرر اللعيبه بشكل احسن من كده، عندك فنيات لازم العب بخط هجوم اقوى من كده، لازم يكون عندك جراءه وشراسه الهجوميه بشكل اعلى. بنسبه قد ايه؟ يعني هو النسبه الفنيه انا شايف الراجل كان لازم مصر كلها شايفه واحنا شايفين كمان لازم كان يبقى اجرأ من كده، يعني نسبه 80 90% لازم يكونوا اجرأ من كده.